النهضة اليوم حركة النهضة تتخبط، تلقات روحها في وضعية غير مفهومة، وضعية سياسية، تلقى روحها خارج السياق السياسي. عماد الحمامي، حركة النهضة الآن هي بصدد المضي قدما نحو انتحار سياسي جماعي في جرة شخص راشد الغنوشي. راشد الغنوشي هو السبب اليوم إذا كان مريناش حركة النهضة، لأن الحقائق واضحة، ولأنه الشعب التونسي الرسالة متاعه واضحة. نهار 25 جويلية الشعب التونسي 3 ملايين خرجوا قالوا احنا مع مسار 25 جويلية، و94% منهم زكاوا الدستور. إذا كان فما ناس تحب تونس، إذا كان فما ناس صادقة، إذا كان فما ناس مخلصة تسمع تتلقى الرسالة وتغير، حتى إذا كان فيما سبق كان عندها تقديرات أخرى. الشعب التونسي قال كلمته نهار 25 جويلية. الآن أصبح عندنا الدستور 25 جويلية 2022، ننظروا للمرحلة القادمة. عماد الحمامي، تعتبر كلمة الشعب التونسي نهار الاستفتاء ونهار الأعلان عن النتائج الأولية هي عقاب للطبقة السياسية اللي حكمت قبل 25 جويلية، المنظومة السياسية اللي كانت موجودة في 24 جويلية في جزء منها، معناها عقاب على اي مستوى؟ عماد الحمامي، ما تلهيتوش بينا، ما حلتوناش مشاكلنا، ما فماش نتيجه، ما فماش تحسن، ما ريناش بالملموس الامل، وكل معناها الانتظارات والتضحيات اللي قدموها توانسة على مر عقود وتوجت نهار 14 جان في 2011.